انا كنت لعبت في حته اسمها اتحاد العباسيه. انا عارف. وعبد الجليل لعب وعبد الجليل في اتحاد العباسيه. كان النادي الاهلي خلاص القايمه عندنا القطاع الفنيين اكتملت. هم شايفين ان هاني وعبد الجليل بروميسنج شويه، فكان رحنا حته اسمها اتحاد العباسيه. اتحاد العباسيه كنا لغايه قعدنا فيها سنه تبع طبعا النادي بلاش يا كابتن، ورجعنا تاني على النادي نروح الاكاديميه. ان انت ترجع بشكل اقوى للنادي الاهلي، وانت برضه نفس المدربين نفس المستوى ونفس الاداء ونفس الفكر وانت جوه النادي، لو اتحسنت هتيجي النادي. انا مش عايز اقول لحضرتك دلوقتي احنا طبعا قريبين يعني من قطاع وقريبين، اولاد الامور زعلانه جدا ان في ناس مشيت. طب ما انا مش هيستوعب كل ده، فدي بزبوط. مشاكل كبيره جدا بيواجهها بس كمان خالد بيبو بشكل طبعا كبير جدا. لا يعني عايز اقول لحضرتك موضوع صعب جدا. بس هي مع الزمن هتاخد وقت شويه، لكن انا طبعا بحييهم على القرار اللي خدوه، وبحييهم على الشغل اللي هم عاملينه دلوقتي. لا شغل محترم، وان شاء الله باذن الله عندنا بدل الناشئ 5 و6 و7 في كل مركز. يعني النهارده كابتن احمد فتحي مشي، محمد هاني موجود، العربي بدر طلع النهارده، فخري بقى موجود النهارده، شادي بقى موجود، وفي لعيبه كتير موجوده لسه موجوده مع وموسيماني دلوقتي واخدهم بيشتغل عليهم. وقال كلمه كويسه جدا او انا سمعتها في التقرير، ان مفيش فرق بين صغير وكبير، انا ليا الملعب الاحسن. يعني الكابتن همزه لعب كام سنه؟ لعب وهو 17 سنه ولعب على نجوم يعني يخضه، بس بكفاءته بشغله بادائه طلع لاعب. هي الكره كده، الكره النهارده بقى في ملعب اللعيب مش في ملعب المدرب. انت كويس هتلعب خلاص. أيوة. هو النادي الاهلي فتح الباب لاي حد.